استاذ عصام، هتكلم مع حضرتك في ملفين مهمين جدا. هنتكلم اكيد على ملف الدوري العام ومشوار النادي الاهلي اللي لغايه دلوقتي الحمد لله احنا على قمه الدوري، وبكره عندنا مباراه مهمه جدا مع الانتاج الحربي. رؤيتك لمباراه بكره ومن خلال تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الانتاج الحربي رغم تعثر يمكن بدايات الانتاج الحربي في الدوري السنه دي. شوف، هو ماتش طبعا يعني له مدلول خاص مش بس بالنسبه لتاريخ الناديين من صعود الانتاج الحربي للدوري الممتاز، لكن لانه النادي الاهلي في ظل يعني بدء الموسم اللي هو متلاحم مع موسم اخر يعني، ورجوع صفقاته وانا مسميها صفقاته لان عجبني قوي المثلث الفني كابتن حمود الخطيب مفوضا عن مجلس الاداره، والسيد بيتسو لان انا عرفت ان هو بيحب يسمع بيتسو مش موسيماني، وطبعا كابتن محسن صالح واللجنه كابتن زكريا وكابتن بيبو الصغير. لا، ده عامل منظومه عوضت فكره المدير الرياضي اللي هو الطرح المحترف 100% يعني، وبالتالي بات يعني مساله استقطاب عقود جديده للاعبين مرهونه باحتياجات الفريق، وبالتالي مع دخول العناصر دي بدا الراجل يعمل توليفته النهائيه. استنى لما الصفقتين اللي كان يعني متحفز او متحمس ليهم طبعا، وده اللي بيبين اللي بقوله لحضرتك وللجمهور طبعا انه في يعني حاجات مجدوله، بدلا من سيرينيو وبعديها المهاجم اللي في فرنسا بس الاسم دولي، يمكن دولي وصل لبواليا، واللي يمكن الجمهور ما يعرفوش قوي ان هو كان فعلا حطه في قائمه من يفكر في ان هم يبقوا موجودين كسترايكر او مهاجم اساسي. استكمال الشكل ده ادى موسيماني اريحيه هتبدا تبان. احنا متفقين ان الراجل لما تولى المهمه ما كانش عنده توقف طويل، يقدر وحضرتك عارف ان ده مهم، يقدر يعمل فيه فتره اعداد مش بس عشان البدني، ده ممكن يعوض بالاجهزه الحديثه وانه معاه معدين وكذا، ما بقاش زي زمان لابد من حاجات ورا بعضيها كده تجروا شويه ومدرجات، يعني الحياه بقت اكثر علميه يعني. لكن هنا بقى فكره الماتشات التجريبيه، تطبيق اكثر من طريقه لخطه اللعب، ده كان بيحتاج فتره اللي ما يسمى بالماتشات اللي ما تعورش اللي هي الماتشات الوديه، اما وانه ما فيش فهو خد بالاقوم والمتاح وبدا يعمل الروتيشن ده، المره دي مش لراحه وفقط ولكن لتثبيت يعني فكره مع لاعبته. صحيح، ظهر ده واضح جدا، لكن واضح انه لا زال عنده بالنسبه له مشكله فنيه في فكره عدم الاحراز من النصف فرصه. اتصور انه السيد يعني بيتسو هيشتغل على الحكايه دي، فكره انه كيف يحرز المهاجم حين تسنح له فرصه يعني كامله الاوصاف. وبالتالي المباراه دي بالنسبه له بعد تعادل هو شعر وقتها انه ما ينفعش كان يتعادل، لكن مع وادي دجله بالظبط مع دجله، انما الراجل ده في ميزه انه بياخد من ده ويخلي ده حافز للاعبين، ما علمته انه فرجهم تاني على الماتش ووراهم بعض ما يمكن ان يكون ملاحظات، ثم عمل اداء في تقسيمه بعدها بنفس الطريقه عشان يوريهم كان لازم نعمل ايه وما تعملش. وبالتالي لا، ماتش ليه مدلول خاص عند المدير الفني زي ما ليه مدلول خاص عند الطلاع اللي عايز يعني يعمل جيم كبير قدام النادي الاهلي، وهو غالبا في مواسم يعني سابقه كان بلغه الكره بيحجر شويه مع النادي الاهلي. ده حقيقي. انما اعتقد ان السيد بيتسو مستعد للمباراة حتى لو يعني ظهيره الأساسي علي معلول موقف رجله طبعا مش هيعمل أزمة للراجل، لأنه الراجل بدأ بفكر الشراء للأماكن بيدور على الناس اللي تقدر تسد الخانات.